سجل تمريره مره اولى والثانيه بعد على التسديد تمشي على مستوى الجاليه من هدف فيها الخطوره سددوا ركله جزاء لفائده فريق اولمبيك سافيتا في هذا شوفوا الاعاده شوفوا الاعاده شوفوا الاعاده نفس التكون من جانب حمزه خاب فرصه لوسياسي تسجيل هدف الاول فرصه جول صعوبه كبيره في ايصال الكره للمهاجمين ديال فريق الكوكب المراكشي انتظروا نشوفوا يقطع كره بطريقه شميله لطوني طوني انتظر صعود حمزه الكوداري هذه خطيره 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 جول 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 ثم الثانية هذا المرة لفائدة عناصر كوكب المراكشي فرصة لتقليص الفريق فرصة خطيرة 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 جول